مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد يحط الرحال بالعاصمه الاداريه مدينه الرباط وبالضبط باب الحد. غنسولوا الناس على سموا باب الحد، الا بغيتوا تعرفوا علاش اجوا معنا. لقينا مع الفنان المسرحي حاتيم. حاتيم بخير؟ اللهم لك الحمد، لاباس عليكم؟ اللهم لك الحمد، انا شرف لي اليوم بتواجدي معكم. الله يكبر بيك. وانا الحمد لله انت ولد الرباط ياك؟ ولد الرباط سلام. ولد الرباط اجي. حنا كنديروا واحد الجوله هنا في باب الحد، علاش سموه باب الحد؟ باب الحد يعني باب الحد كان معروف ان هنا كيكونوا حلاقي، على حسب العلم ديالي كانوا كيكونوا حلاقي قدام هنا في هاد الساحه. وباب الحد هنا كانت تتواجد واحد المحطة ديال الكيران أمامه، يعني في حوالي في 78 77 كانت محطة ديال الكيران، ثم كانت محطة ديال الطوبيس حتى هي تم. وعاوتاني كانت هنايا كان واحد السوق، كان سوق هنايا هذاك السي على سمو يعني باب الحد. نعم هذا هو حسب العلم، كان هنا شي سوق ديك الساعة ديال البيع والشرايا قديم شوية، فهذا هو علاش تسمى باب الحد، يعني كانوا كيتجمعوا هنا. أنا قالوا لي كان كيحل الحد. لا هذه ما عنديش عليها شي علم أستاذ، لا ما كانش كيحل الحد. لا ما كان كيحل أيام كاملة. باب الحد سموه بزاف الأنواع، كاين اللي كانت هنا الحلاقي بكري، كانوا كيديروا الحلاقي بكري سميتو بالحراحي، كان المرسي ديال الخضرة ديال القرو، كان المرسي ديال الدجاج ديال الجملة، كان ديال الدجاج ديال الدجاج ديال سميتو. وكانت تير التيرة هنايا، تير ما كانتش زعما سميتو هذاك الشيء علاش سموه باب الحد. هذاك الشيء سميتو زعما واقيلا كان كيحل الحد. لا لا كان كيحل ديما، ديما كيحل ديما باب الحد، كان سميتو الحد ديال المدينة زعما هو هذا الحد ديال، يعني الحد ديال المدينة. حد الصور وهذا، حد الصور دابا سموا يعني الحد ديال المدينة وهذا. حد الصور وهذا. تحياتي.